في ولاية مدنين حددت مشاريع الجهة المقترحة للإنجاز والمبرمجة خلال المخطط الثلاثي القادم 2023-2025 في جلسة ممتازة للمجلس الجهوي تتويجا لجلسات حوار ونقاش محلية شهدتها مختلف معتمديات الجهة في الفترة الماضية. ركزنا على العديد من المجالات وزوز مشاريع تمت الإشارة إلى أنهم تكرروا تكرارا لسنوات عديدة، مسألة السكة الحديدية ومسألة القنطرة في الجرف، هذا ما زوز مشاريع كبار برشا نشوفه مع حكومتنا إن شاء الله، بحول الله مع حكومتنا إن شاء الله أن المرة هذه تكون المرة الأخيرة اللي باش يتم فيها العرض البرنامجين هذا ويتم الموافقة عليهم إن شاء الله. مشاريع قطاعات البنية الأساسية والاستثمار في التعليم العالي والجامعي والفلاحة والصحة وغيرها التي صاغها وشارك فيها ممثلو المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى جانب الإدارات الجهوية المختصة، يأمل المشاركون فيها أن تفضي إلى إنجاز حقيقي وتبني من قبل السلطات المعنية. الرؤية معناها متاع المخطط هذا هو بناء معناها مناخ اقتصادي واستثماري في الجهة تنافسي قادر على النهوض بالجهة وتوفير مواطن شغل وخاصة تحسين ظروف عيش المواطنين والحد من المعضلة معناها المزمنة في الجهة اللي هي التفاوت التنموي الكبير. وإحنا في الحقيقة نعلق أمل كبيرة جدا على المخطط الثلاثي هذا 23-25، خاصة أن بعض المشاريع اللي ما تمتش سابقا إن شاء الله معناها ترى النور معناها في خلال الفترة هذه. المطلوب هو توفير فضاءات خاصة بالمؤسسات الجامعية وتوفير دعم كبير لهذا القطاع حتى يمكن بطبيعة الحال الجهة من أنها تنهض. مشاريع متعددة ومختلفة في عديد القطاعات بولاية مدنينة، الكثير منها تم الاتفاق بشأنها في السنوات الماضية لكنها لم تر النور، ما يأمله في الفترة القادمة متساكنو ولاية مدنينة أن يتجسد ذلك واقعا في أقرب الأجل.